فرحانة جدا طبعا، وبشكرهم ومبسوطة، وبهدي العمل يعني النجاح ده مش ليا، النجاح ده اللي عمله الموضوع كله، اللي عمله الأغنية الملحن عمرو مصطفى، والمؤلف تامر حسين، والموزع إلهامي دهيمة، والصناع العمل ذات نفسه بقى المسلسل اللي هو المنتج تامر مرتضى أروما. فالنجاح ده مش ليا، ليهم. تقييمك لسنة 2018 بالنسبة لأعمالك إيه؟ انا ما اقدرش اقيم نفسي ما اعرفش اقيم نفسي، بس يعني ممكن اقول راضيه، ممكن اقول راضيه عن نفسي، لكن ما اقدرش اقيم نفسي. الجديد اللي بتحضريه الفتره الجايه، في دايو جديد عايزين نعرف كل تفاصيله منك. الدايو ان شاء الله مع سليم عساف، ده مطرب لبناني وهو اللي ملحن وهو اللي مؤلف الكلام. الدايو خلاص يعني على اخر ديسمبر، يعني مش هيطلع من ديسمبر الا ان شاء الله ما تنزل باذن الله يعني. بس مش البوم جديد بتحضري الحاجه تترايت اغاني تترايت معروض عليكي؟ بصي، هو انا ضد مبدا الالبوم عامه، فمش هتلاقيني عملت يعني، ما الا بقى لو حصل يعني، لو كل شويه الواحد بيغير رايه ممكن، بس انا حاليا لا مش هعمل الالبوم والجو ده. ميلي للسنجل اكتر ياسمين؟ بركز، بحب اركز في الحاجه اللي بعملها علشان تطلع صح، لكن هركز في 10 اغاني او 15 اغنيه مش هيبقوا بجوده ان تركزي في اغنيه واحده. فلا، انا عندي احسن اركز في سنجل وتتصور وتنزل صح، احسن بكتير من ان انا اركز في 20 اغنيه يعني. طيب والدال الجديد هيتصور فين، وهيبقى لو هتصوري كليب او اي تفاصيل عنه؟ لا، هو مش متصور، هو فيديو ليركس وخلاص، احنا بنخلصه يعني، مش هيقعد كتير، هو خلاص قربنا جدا يعني. والتترات احنا ما قلتليش لو معروض عليكي تترات اغاني مسلسلات جديده افلام؟ لا لسه مش هتعرض عليها حاجه، لسه شويه يعني، الناس لسه بيصوروا الحاجات دي بتبقى قبل رمضان بشويه صغيره التترات بالذات. ياسمين بتحبي مين المطربين المفضلين ليكي اللي بتتمني مثلا تعملي دايو معاهم؟ مطربين عربيين يعني، يبقى حاجة مطربة عربية مطرب عربي كتير يعني تامر حسني، منير، عمرو دياب، مدحت صالح، شيرين، أنغام، أمل ماهر، أنا هعدهم كلهم أصلي. ما هتكلم عن الخليج بقى، في الخليج؟ الخليج الجسمي جسمي احلام قوي بحبها جدا. مين تاني؟ مع كده خليني انسى ناس، اصلا هكون ناسيه ناس، بس ده اللي انا فاكراه دلوقتي. عينك على العالم.